السلام عليكم. تم البارحة في ولاية بجاية تدشين الشطر من طريق السيار الذي يربط مدينة بجاية بطريق السيار شمال الغرب على مستوى مدينة بويرة. إذن تم افتتاح الشطر من هذا الطريق السيار بمسافة 6 كيلومترات، يقع بين المحول نتاع اميزور والمنطقة المسماة بمرج ومان على امتداد 6 كيلومترات. اذا هذه يعني حتى ولو الشطر هذا ماهوش كبير بزاف، لكن يزيد اضافة الى الاقسام التي تمت فتحها من طريق السيار، واللي راهي حوالي تبقى 80 أو 90% تاع طريق السيارة هي مفتوحة، بقات بعض الأجزاء الصعبة. إذن على مستوى النفق تاع سيدي عيش، إذن هذه الإضافة تاع 6 كيلومترات تعتبر إضافة جد مهمة، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف وتوافد زوار على المنطقة الساحلية تاع بجاية وجيجل. إذن هذه إضافة جديدة، وإن شاء الله اللي يكتمل المشروع في أقرب الأجل. السلام عليكم.